أهلا بكم. ألغيت ثلاث مباريات كان من المفترض أن يخوضها المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في العاصمة طرابلس ومدينة البيضاء نتيجة الضائقة المالية التي يمر بها اتحاد كرة القدم. وقال المدير الإداري للمنتخب الوطني الأول عادل الخمسي في تصريح له لقناة ليبيا الحدث أنه تقرر الاكتفاء بمباراة واحدة نتيجة الضائقة المالية التي تعصف بالبلاد، والمقرر أن تجمع ليبيا مع السنغال في 8 من شهر يناير من العام المقبل. وأضاف الخمسي في تصريحاته أن الاتحاد العام للعبة عاجز عن توفير التغطية المالية للمعسكر المقرر أن يتم إقامته في طرابلس منذ مدة، ومن المقرر أن يتجمع عناصر المنتخب الوطني بقيادة المدرب الليبي جلال الدامجة أحد أيام نهاية هذا الأسبوع في حال توفر مصاريف المعسكر. جميع المباريات قد ألغيت، كان المفروض عندنا التزامات مع ثلاثة منتخبات أفريقية حتكون في طرابلس وعلى الأقل واحدة في مدينة البيضاء، ولكن نظرا للضائقة المالية اللي يمر بها الاتحاد وطبعا تم إلغاء جميع هذه المباريات للأسف. حتى مباراة آخر مباراة كان لدينا أمل هي مباراة منتخب زيمبابوي المفروض تقام يوم 28 أو 29 ديسمبر في طرابلس قد ألغيت، والآن ليس لدينا إلا مباراة واحدة يوم 8 يناير 2017 في الكونغو طبعا بطلب من المنتخب السنغالي. أكيد احنا في تخاطب سواء كتابيا أو شفاهيا مع رئيس اتحاد الكرة الليبي، وطبعا رئيس اتحاد الكرة الليبي قائم بمساعي حتى مع الحكومات بحيث أنه هو يتحصل على المبالغ مالية يدعم بها المنتخب الليبي في الاستحقاقات القادمة. وتعرف أنت شهر 3 لدينا تصفيات أفريقية، هذه المباريات حتكون استعداد لشهر مارس لبعض المباريات، ولكن رئيس اتحاد الكرة طبعا للأسف مازال ما تحصلش على الأموال. سمعنا أن هناك مبلغ سوف يسين من حكومة الوفاق بمليون و500 ألف، ولكن هذه مجرد أخبار تتداول كشيء رسمي ما فيش. وقع نادي الأهلي طرابلس السبت مع أنيس السالتو لاعب وسط النجم الساحلي التونسي دون الكشف عن مدة أو قيمة التعاقد. جاء الإعلان عن ضم السالتو خلال مؤتمر صحفي عقدته إدارة النادي الذي حضره رئيس مجلس الإدارة ساسعون في تونس لتقديم كل التعاقدات الجديدة للفريق. وكان اللاعب الليبي قد انضم للفريق الأول للأهلي طرابلس على سبيل الإعارة من نادي المدينة قبل أن ينتقل للنجم الساحلي. تتواصل في قاعات كرة اليد في مدينة بنغازي وقاعة البيضاء منافسات دور الدرجة الأولى للعبة لأندية المنطقة الشرقية. ففي مباريات الجمعة تفوق الهلال على منافسه الكرامة بنتيجة 36 هدفا مقابل 11، فيما تغلب الأهلي بنغازي على الأخضر في مدينة البيضاء ب 29 هدفا مقابل 25. والتقى الجمعة في قاعة البيضاء دار نص الأنوار وفاز الأول ب 24 هدفا مقابل 21، فيما انتهى اللقاء الذي جمع النصر مع المروج بنتيجة التعادل ب 27 هدفا لمثلهم، فيما تمكن فريق النجمة في آخر لقاءات الجولة الرابعة من الفوز على منافسه الكفاح بستة واربعين هدفا مقابل 32. اليوم انطلاق الاسبوع الاول من المباريات الاولى في الاسبوع الرابع، فاقيمت مباراة في مدينة البيضاء بين الاهلي بنغازي ونادي الاخضر، وتفوق فيها نادي الاهلي بنغازي بنتيجة 29-25. ومباراة الهلال مع فريق الكرامة منطقة الجردس الاحرار، وتفوق فيها الهلال بنتيجة 36-11. قام رواد الرياضة في مدينة بنغازي بتنظيم تأبين ودعت فيه المعلق الرياضي ورئيس نادي التحدي السابق وأحد مؤسسي فتح السويري. وقدم التأبين الذي شهد حضورا كبيرا على كافة المستويات خاصة الرياضية الإعلامي عبد المجيد الفيلة، كما ألقيت فيه كلمات من رابطة قدامى الرياضيين وعضو مجلس الإدارة بنادي التحدي أحمد الفلاح ومشجعي النادي وأندية أخرى في مدينة بنغازي. جينا اليوم ترحموا على الأستاذ فتح السويري، طبعا كان مربي لنا رجل فاضل الله يرحمه ويسامحه، وكان له دور في حياتنا الرياضية وحياتنا حتى العامية يعني، وكان ذو أخلاق عظيمة، وكان كان رجل مخلص للنادي ومرجال وطن أخرى الله يرحمه ويسامحه.